أول ضيف في برنامج النهاردة طفلتين من الجالية المصرية، ونحب نقابلهم ونعرفهم على الجالية عندنا. ما عندنا الطفلة على الطفلة، اسمك ايه؟ سارة. سارة ايه؟ غنيم. سارة غنيم. غنيم. سارة غنيم. وانت اسمك ايه؟ دينا غنيم. دينا غنيم. يعني انت اختها؟ والله ولا هي اللي اختك؟ طب يا سارة، نبدأ مع سارة الأول. أنت في مدرسة هنا يا سارة؟ في أنهي جريد؟ فيرست جريد. عندك كم سنة؟ على ستة؟ سبعة. 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 وهي دينا هتبطل خبط في الترابيزة؟ دينا الله يسعدك. هو الترابيزة. طب يا طب هنتكلم مع دينا. هتخلص صح؟ هي بتخلص الضحك امتى؟ طب يا ساره، ممكن تقول لنا ايه الحاجات اللي بتحبي تعمليها هنا في لما تكوني ما انت ما بتروحيش المدرسه؟ اسوان. عملت جيمناستيك. بتعملي ده فين؟ في النادي؟ وعمل رول بلاي. رول بلاي. حاجات كويسه نعملها هنا. وتروح مصر تعمليها هناك. مصر فيها دلوقتي كل الحاجات دي هناك موجوده. طب يا دينا، انت اسمك دينا ايه؟ غونيم. طيب انت عندك كم سنة؟ فور. يعني جيتي بعدها بكم سنة؟ ثري. That's very good. طيب انت بتحب تعملي الحاجات اللي بتحب تعمليها لما انت ما بتكونش بتعكسي بابا وماما؟ بتحب تعملي ايه؟ بتحب تلعبي؟ تلعبي ايه؟ ماما ودادا. تلعبي مع ماما ودادا؟ انت بتحب الموسيقى؟ بتحب الاغاني؟ بتحب الاغاني المصريه والعربيه؟ ما بتحبش ولا حاجه. بتحب الاغاني الامريكيه؟ ما بتحبش الاغاني خالص؟ انت بقى لازم تروحي بقى ايران بقى تعيشي مع الايات الله هنا. طب انت بتحب الاغاني يا ساره؟ بتحب اغاني ايه اللي بتحبيها؟ عربيه ولا امريكيه ولا عربيه؟ ايه بتحبي تعرفي اي اغاني عربيه ممكن تقولها لنا؟ ممكن تقول لنا أدينا بندادس. ولنا ممكن تقول لنا؟ طب سمعنا كده. أدينا بندادس ورانا إيه ورانا إيه، نحب ونفرفش ورانا إيه ورانا إيه، ومن يا بلدينا وبلغتوا إيه، أحسن ناس أحسن ناس سوها بلد الموي سوها برج السلمي سوها، يا حبيبي يا حبيبي سوها يا رستمي. الله، ده حاجة جميلة قوي. الله العظيم، انت عارفة تغني زي؟ ممكن تقول لنا أغنية؟ طب غني كده. هتغني ايه؟ الليلة الكبيرة. ايه الليلة الكبيرة؟ اللي أخرجها مصطفى سالم. الليلة الكبيرة يا أمو العالم كتيرة، نامينا سواري يا بنتو والبناتي. الله، تريد ممكن تزودي؟ بالنبا ملاتي يا شبك مين شارف ايه الله، ده حاجة جميلة أوي. اتعلمت الأغنية دي فين؟ شفتيها في التلفزيون ولا شفتيها في المسرح؟ شفتيها فين؟ شفتها في المسرح؟ مسرح. هنا في أمريكا ولا في مصر؟ هنا في أمريكا. هنا في أخرجناها هنا، ناس مصريين أخرجوا المسرحية هنا ولعبوها صح؟ حبيتيها؟ هي أهم حاجة، أحسن حاجة حبيتيها في المسرح. أحسن حاجة حبيتيها في الليلة الكبيرة إيه؟ الناس لابسة الهدوم ولا الأغاني ولا الموسيقى ولا الأكل ولا الهدوم الناس لابساها؟ كان لابسين هدوم زي، كان لابسين إيه؟ جلاليب؟ تحبي تلبسي الجلاليب؟ عندك جلاليب في البيت؟ جايباها منين؟ مسرحية. سرقت الجلاليب يا دينا؟ لا. بتاعتك؟ لا والله. عندي. بتاعتك. انتوا بتعملي الجلاليب، الترز بتاعكم مين؟ الترز اللي عمل الجلاليب من مصر ولا عملوها هنا؟ هنا معمول جلاليب هنا. في ترز كبير قوي بتاع جلاليب في الاي دي اس. طب يا ساره، انت اتفرجت على مسرحيه الليله الكبيره هنا؟ ايه الحاجه اللي عجبتك فيها؟ هي هي هي. شفتي ابو زيد في الليله الكبيره؟ كان فيها
هو ده اللي كان تايه، ده اللي كان مش كان مدور على واحد في الليله الكبيره. هو كان قاعد هنا، محدش كان لاقيه. انا ابو زيد ده عنده قصه هنتكلم عليها بعدين. طب ايه الحاجات اللي بتحب ايه الاكل اللي بتحب تاكليه هنا صار؟ ايه نوع من العين من الاكل بتحب تاكليه؟ شيكن ناجت. ده تلاقيه فين ده؟ ماكدونالد. تحب تشيكن ناجت وفرنش فرايز؟ عارف ده انت ما تروحوا مصر هتلاقي في ماكدونالد في مصر. ها تشيكن ناجت. وانت بتحب انهي اكل بتحب؟ والله العظيم ايه اللي بيحب طعمه كويس؟ هو ده كويس؟ بيعمل الاكل ده كويس عشان صحتك؟ ما هو جميل. جميل يعني مش مهم الصحه يعني. حد قال لك ان كان عليكي حلوه قوي قبل كده؟ يعني المصريه حلوه، محدش قال لك خالص ده؟ ها؟ سيد ساره كمان عينها حلوه؟ طب عينين مصريين. انت عارفه العينين المصريين حلوين ليه؟ تعرفش؟ عشان بنحب نبص. That's very good. طب يا ساره احنا يعني سعداء جدا بلقائكم، يعني انتوا يعني نحب يعني نسمع عنكم وانتوا نشاطاتكم الفنيه هنا في البلد، يعني نحب نشوفكم في المسرحيه. انت رقصت في الليله الكبيره؟ نعم. رقصت في مسرحيه قبل كده؟ شفتك انا في كانت كان رقصت انت على المسرح في اغنيه قدمته، كانت اغنيتي عارفه؟ نسيتي لكن بس انا شفتك انت بترقص. يا دينا، طيب يا دينا احنا شاكرين جدا يعني ان انت يعني جيتي. ده السلام ايه ده؟ طيب سلام، شايف السلام؟ شاكرين جدا يا ساره ونشوف سلام الف سلامه. مبسوط طلعت سلام جديد في البلد ده. طيب احنا شاكرين دينا وساره يعني شرفونا بلقائهم النهارده، وان شاء الله نتقابل معاهم ونتتبع قصه اهتماماتهم الفنيه في الجاليه هنا. شاكرين جدا. تمام.